سامعكم تطلع بركاته. اهلا بكم في قناه بروسوت في جديد في القناه. ان شاء الله النهارده هنشرح الديليجيت والثريدز. شرحناهم قبل كده او شرحنا بالمعنى الاصح يعني ايه شويه رطوش كده عليهم، بس في ناس كتير قوي مش فاهمه يعني ايه الديليجيت، وفي مزايا كتير قوي في الثريدز الناس مش فاهماها او مش عارفاها. ان شاء الله هنلمهم كلهم في الحلقه دي باذن الله. اولا كده احنا شرحنا قبل كده ازاي تعمل الديليجيت في درس النافذتين مع بعض، او ان انت تاكسس حاجه من في اليو اي من ثريد تانية. الديليجيت احنا نكتب ديليجيت، بعد كده فويد القيمه اللي راجعه من الداله اللي هي بتاشر عليها. طبعا يعني الديليجيت دي حاجه بتاشر على الداله، عامله زي برضو زي ما احنا قلنا البوينترز. البوينترز بتاشر على متغير، بس الديليجيت دي بتاشر على داله. دي بنستخدمها في ايه؟ عشان ناكسس حاجه من اليو اي من ثريد تانية، او من عمليه تانية، او من ثريد تانية خارجيه. طبعا احنا ما نقدرش ان احنا ناكسس حاجه من اليو اي من ثريد تانية، فاحنا بنستخدم الديليجيت عشان كده. والانفوك بنعمل ديليجيت، بنكتب برايفت اولا كده، بعد كده ديليجيت فويد القيمه اللي راجعه من الداله، اسم الديليجيت بتاعتنا، بعد كده نكتب هنا البارامترات بتاعتنا. اقول لك ليه احنا كتبنا دلوقتي اوبجكت. طبعا اي بارامتر بقى انت عايز تكتبه هنا بقى نكتب ايه، نعلن عن كائن جديد من الديليجيت دي اسمه ماي ديليجيت مثلا، بنقول جي سي نيو اسم الديليجيت بتاعتنا لو سميناها مثلا جوجا، بعد كده نقول زيس، بعد كده ايه نقول نكتب علامه الريفرنس دي، بعد كده ماي فورم، بعد كده نكتب علامتين دول اللي هم جنب بعض، بعد كده ايه نكتب اسم الداله اللي احنا بنقشر عليها، ولا مثلا يكون اسم الداله دي ماما. نفس البارامترات ونفس القيمه الراجعه بتاعتنا لازم تكون بنفس نفس الديليجيت، يعني نفس البارامترات انواعها وعددها لازم تكون بتاعت الديليجيت، نفس البارامترات اللي بتاخدها الديليجيت. ماشي، طب ازاي نهدي البارامترات اللي الديليجيت دي؟ طبعا انت البارامترات اللي انت هتديها للديليجيت دي بتبعتها يعني بتاخدها وبتبعتها للداله، هي عباره عن الديليجيت دي عباره عن وسيط بينك وبين الداله. تكتب هنا انت ايه ماي ديليجيت والبارامترات اللي انت عايزها. تعال كده هنكتب ايه ماي ديليجيت، وبنديها هنا البارامترات مثلا هنديها ايه اوبجكت، مثلا اوبجكت نفس النوع بتاعها، مثلا اوبجكت كاكا يساوي مثلا الداله دي مثلا اي حاجه ينفع. لا ما لازم نعدلها، نعلن عليها من بره بقى، مش عارف تقريبا. طب تعالى كده ايه ناخدها كده كات بيست كده. يبقى معلش يا جماعه ان احنا بنعلن عن البارامترات جوه ده، لازم ما تكونش في الجلوبال. ماشي، تاهت مني الحته دي معلش. فانت بتديها البارامترات، يعني مثلا احنا ايه مدينا بارامتر واحد فبنديها بارامتر واحد، تديها بقى كذا بارامتر، يعني تكتب كده ايه البارامترات برضه اللي انت عايزها بعد كلها. نحذف كده. طبعا ايه في الانفوك والبيجن انفوك ما ينفعش ان انت تدي البارامترات للداله كده، للديليجيت قصدي كده. طب احنا قلنا الديليجيت قصدي الانفوك بتاخد ديليجيت، طبعا انت مش هينفع تديها للديليجيت البارامترات كده. طب هنديها ازاي؟ هقول لك دلوقتي، بس خليك معايا دلوقتي. نركب بقى شويه ديليجيت، تعال نروح بقى للثريدز. ولو مثلا عندنا ايه برنامج، البرنامج ده ايه في 3 اكس بوكس، تكست بوكس بياخد اول تكست بوكس وثاني اكس بوكس يجمعهم ويحطهم في التكست بوكس دي. بس احنا ايه مثلا ايه افرض ده مثال بس صغير، افرض انت مثلا ايه هناخد التكست بوكس دي، احنا هناخد التكست بوكس دي فعليا والتكست بوكس دي نحطهم في ثريد، واخد بالك يجمعهم بقى وانت تشتغل مع برنامج براحتك، بعد كده بقى هو يرجعها لك يحطها لك بقى. نروح كده على الزر بتاعنا، ثانيه واحده بس كده يا جماعه، رجعت لكم تاني يا جماعه. ده برضو ده بس انا كتبت الكود كده سريعا عشان ايه اختصار للوقت بتاع الحلقه. احنا بناخد التكست بوكس بتاع الواحد في تكست، نحطها في تكست كده من نوع سترينج، وكذلك مع التكست بوكس 2. اتعلمنا برضو ازاي نعمل ثريد. طب انا مثلا انا عايز ادي للداله اللي انا عامل لها ثريد دي بارامترات، هديها لها ازاي؟ بالطريقه دي. هنعمل ثريد ستارت، دي ثريد ستارت لو انت هتديها، لو انت هتخلي الثريد بتاعتك من غير بارامتر بارامترايز. طبعا انت بتكتبها هنا مكان البارامتر زي الثريد دي ستارت. بارامترايزد ثريد ستارت دي بتعمل لك ثريد، بس بتدي للداله اللي انت بتعمل لها ثريد دي بارامترات. نفس الطريقه برضو اللي احنا عملناها قبل كده، ثريد تي اتش 1 ناخد منها كان، بعد كده جي سي نيو ثريد جي سي نيو بارامترايزد ثريد ستارت، نفتح قوسين نديها الداله، نديها زيس، بعد كده الداله اللي احنا هنعمل لها ثريد. طبعا بقى جوه الداله دي بقى انت اكتب اللي انت عايزه، بس انت ايه لازم ان انت في الثريد دي للاسف يعني هي بتاخد اول بارامتر بس، يعني انت ايه لو ما ينفعش ان انت تكتب كذا بارامتر هنا،
فاحنا هي بتاخد بارامتر واحده، فاحنا بنعمل البارامتر ده اوبجكت وبنديه طبل. الطبل دي ايه؟ بنعمل طبل كريت، واخد بالك، تكست بوكس 1 تكست 1 وتكست 2، بنديها ايه بعد كده بين جوه بقى انت بتفكها زي ما انت عايز. هقول لك ازاي دلوقتي بتفكها. تعال بس ايه نشرح دي. تي اتش 1 از باك جراوند بتساوي ترو. في مشكله في الثريدز يا جماعه، اللي انت اول ما اول ما انت ايه تدوس اغلاق لليو اي بتاعتك، انت بتدوس غلط هنا، الثريد ما بتقفش، بتفضل شغاله. بتفضل شغاله لغايه ما الداله دي بتخلص. طبعا انت بقى لو انت عاملها وايل ترو مثلا، مثلا ايه لو انت نتوركنج او كده، هنتعلم برضو ازاي النتوركنج كده في ان شاء الله في الدوره دي، بس ده دروس جايه ان شاء الله. فطبعا مش هتقف. فبالسطر ده انت بتقول له از باك جراوند كده، انت بتقول له اول ما اليو اي بتاعتك بتتقفل انت الثريدز دي بتنتهي خالص، بتتقفل او بتعملها اباف او بتعملها مش عارف اسمها ايه كده، اجهاض للثريد. نيجي هنا بقى ايه تي اتش 1 ستارت، بنديها بقى ايه البارامترايزد اللي احنا عايزينها، بنقول طبل كريت، نديها بقى ايه التكست 1 بتاعتنا والتكست 2 بتاعتنا. بيبعتها هنا ايه للاوبجكت، للبارامتر ده اللي هو احنا قلنا له اوبجكت. اوبجكت معناها ان اي نوع سترنج بقى ايه طبل اي حاجه تجيلك شغال بارامتر. تكتب هنا بقى الكود بتاعك هنا، كل حاجه مفهومه بس تقريبا نسيت حاجه، مفيش حاجه نسيتها، شغال ماشي. في الفويد ران دي الداله بتاعتك بقى اللي انت بتشغلها. طب افرض انا ايه مثلا ايه في الثريد بتاعتي دي اللي شغاله بره، دي الداله اللي شغاله بره. سيب بس اقول لكم حاجه يا جماعه، ان الداله الثريد دي ممكن تتعامل مع الكود بتاعك عادي، يعني ممكن ايه تستدعي داله من هنا عادي، بس بشرط ان الداله دي ما تكونش ايه بتتعامل مع اليو اي بتعديل بقى بتعديل بس. يعني انت ايه لو هتاخد مثلا حاجه من اليو اي ماشي شغال، لو انت تاخد مثلا تكست بوكس هتاخد منها التكست بتاعتها شغال برده مفيش مشاكل، لكن لو هتعدل حاجه فيها لا مش هينفع. فانت ممكن تتعامل مع الكود من خلال الداله الثريد دي عادي، مفيش اي مشاكل، مش هيديك خطا، لكن هتتعامل من خلال الثريد دي مع يو اي لا ما ينفعش. بعد ما تكتب الكود بتاعتك مثلا، انا مثلا ايه وصلت لمرحله الكود ان انا عايز اعدل حاجه في اليو اي بتاعتي، فانا بقول ماي فورم انفوك بديها الديليجيت بتاعتي، واخد بالك بديها الديليجيت بتاعتي وبديها البارامترات اللي انا بديها للديليجيت. هي دي بقى الطريقه اللي انا قلت لك عليها، اللي انت ما ينفعش تدي للديليجيت بتاعتك ايه بارامترات بالطريقه العاديه اللي احنا قلناها هنا. هتدي كده بالطريقه العاديه ما ينفعش، لكن هنا ايه انت بتديها البارامترات بتاعتك ايه برضو عن طريق طبل، اللي هي الطبل دي، واخد بالك. طبعا انت ممكن ايه انت هتعمل طبل هنا بقى ايه، تلم بنفس الطريقه اللي هي طبل كريت هنا دي، تحطها هنا تلم بقى كل البارامترات بتاعتك، تضغطها في الطبل دي تحطها فيها، واخد بالك، فتديها للديجيت. تعالى بقى ايه نتعلم ازاي نفك البارامترات دي بقى، البارامترات بقى العاديه بتاعتنا. داله الماما دي هي اللي بتعدل على اليو اي بتاعتنا، واخد بالك. ركز معايا بس معلش، انا بشرح بسرعه، بس لو في حاجه انت مش فاهمها قول لي في التعليقات وانا هشرحها لك باذن الله. انا بحاول ايه اشرح كل حاجه قدامك. نكتب اوتو ار جي اس. اوتو دي معناها ايه؟ اوتو دي ان انت نوع المتغير ده هيتعمل على حسب القيمه اللي انت اديتها له، واخد بالك. بمعنى يعني مثلا لو انا قلت ايه اوتو، واخد بالك، اكس بتساوي مثلا ايه 9 8 مثلا كده، هو هيحول الاكس دي من اوتو لانت، واخد بالك. انا مش عارف مثلا ايه، مثلا ايه في قيمه راجعه مثلا من داله، بس انا مش عارف القيمه دي ايه اللي راجعه منها، فانا بعمل اوتو واخد بالك اكس بتساوي 8. طب انا ينفع اكتب اوتو مثلا ايه اوتو و ام ان مثلا بتساوي مثلا قيمه سترنج شغاله عادي مفيش اي مشاكل، نازف كده الانت دي هتتحول لقيمه سترنج. فانا بقول له ايه اوتو اي ار جي اس، بنحول بنستخدم داله سيف اندرسكور كاست، بندي هنا بنكتب هنا طبل. الطبل دي نوع الحاجه اللي هي اللي جايه من هنا. طبعا ما تكتبش اوبجكت، الاوبجكت دي احنا بنقول ان الداله اي داله اي حاجه هتجي لك والسلام مش مشكله، بس انت لازم تكون عارف ايه اللي انت بتحول من ايه لايه. الاوبجكت دي بتتغير مع البارامتر اللي هتاخده، يعني هو ايه البارامتر هنا بيكون ايه بيكون هنا ايه طبل، واخد بالك طبل. فهنا ايه انا بنقول له طبل كريت تكست 1 بعد كده تي اكس تي 2، هنا دي بتتحول لطبل، واخد بالك، دي تتحول هنا ايه لطبل، بعد كده ايه بيبعتها هنا برضو لطبل، فدي اوبجكت هنا ايه بيشوفها طبل فبيحولها لطبل. فاحنا ايه بنكتب هنا طبل، نكتب بقى ايه فيها كام فيها هنا ايه كام بارامتر، فيها بارامترين. فبنقول اول بارامتر حول له سترنج، وتاني بارامتر برضو حول له سترنج، طبعا الكاب ساين هنا والكاب ساين هنا، وتقفل هنا برضو بالحاجتين دول لازم تبتدي وتنهي بيهم، وتكتب برضو كاب ساين هنا
واخد بالك، ودي برضو دي بتاعت دي ودي بتاعت دي اللي هي العامة اللي هي الأكبر دي والأصغر. دي يا جماعة بتاعت دي محدش يتلخبط، ودي بتاعت دي. معلش بس أنا يمكن بس مش واضح شوية، معلش. وتكتب هنا بقى إيه الحاجة اللي أنت عايز تحولها، عايز تحولها لإيه، للـ RGS اللي هي دي الطبل دي. تلقائي خالص بعد ما الـ RGS دي بتتحول لطبل، أنت ممكن توصل للطبل دي إزاي؟ من خلال ايتم 1 وايتم 2. انت عندك ايه في الـ RGS دي الطبل، من خصائصها اللي انت بتوصل من خلالها من ايتم 1 وايتم 2. فاحنا بنقول ايه، تكست بوكس 3 تكست بتساوي ايه ار جي اس ايتم 1 وار جي اس ايتم 2، واخد بالك. عايز اقول لك بس حاجه، انت مش هتفهم كل ده الا لما تطبق، يعني ايه لو فهمت كويس، اللي مش هيفهم حاول تطبق ده قدامك، واخد بالك. هتجيلك افكار، يعني انت هتقول لي مثلا ايه، طب ليه احنا مثلا ايه ما خدناش الداله دي هنا وهنا لوحدها برضو في الثريد، ليه ليه ليه؟ كل ده هتكتشفه مع نفسك وانت بتجرب، وانت ايه حاول تجرب مع نفسك، حاول تكتب الكود ده مره واثنين وثلاثه وحاول تغير فيه، هتلاقي نفسك فهمت، مش هتفهم من اول مره من النظر كده، واخد بالك. بس كده خلاص، احنا كده بنقوله دي داله الانفوك، احنا عملناها من الانفوك هنا طبعا، دي بتتنفذ جوه الداله، جوه قصدي الماي فورم. بس كده خلاص background، بعد كده خلاص تعالى كده اعمل run. yes اكتب مثلا ايه اي حاجة هنا، مثلا h1 h2 بص كده، زي ما انت شايف يا جماعة بيقول لنا ايه the thread has existed، لان احنا اصلا فعلا ايه خلاص الثريد خلصت، ان انت ايه اللي انت مش عامل لها هوايل ولا اي حاجه تخلي الثريد دي شغاله، فانا بس بثبت لك ان دي ثريد احنا استخدمنا الثريدز معاها. نافي كده خلاص، كده البرنامج خلص. طبعا انت لو عامل مثلا ايه هوايل ترو او الداله دي ما تخلص، داله الثريد دي بتنهي برضو مع اليو اي دي اول ما بتتقفل، واخد بالك. طبعا انت لو شلت الثريد ده مش هتخلص، فايه حمل على الرامات وحاجه اخره يعني، فما بلاش يعني. بس ده كان درس النهارده يا جماعه، اركم الجود درس النهارده عجبكم، لو عجب دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، ولا انا ما عجبكش ليه، معلش يا جماعه الدرس تقيل شويه في حاجات كتير قوي مش مفهومه. اللي عنده اي سؤال يطرحه يسيبه تحت في التعليقات وان شاء الله ارد عليه. اللي مش فاهم اي حاجه خالص برده يقول لي في التعليقات، في حساب ليا على الفيسبوك، اللي عايز تخش تخش كده على القناه بتاعتي، هتلاقي فيسبوك اكونت فوق في اللينكات، خش ورسلني عليه وان شاء الله اجاوبك على كل اللي انت مش فاهمه باذن الله. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.